الاعتقاد بوجود إله. يقول الدكتور نيو برجر المتخصص في علم الأعصاب على موقعه في شبكة الأنترنت أن الاعتقاد بوجود إله للكون ضروري جدا من أجل صحة أفضل نفسيا وجسديا. وفي كتابه الجديد كيف يغير الله دماغك الذي ألفه مع مجموعة كبيرة من الباحثين وحقق مبيعات كبيرة في أمريكا، يقول نيو برجر كلما كان اعتقادك بوجود إله كان دماغك أفضل. والله أعلم.